لما بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد أن عبرنا الميلاد وها نحن نتقدم لنهاية السنة الميلادية، نصلي معكم أيها الأحباء هذه الصلاة من وحي الكتاب المقدس ونقول: افرحوا أيها الصديقون ويا سماوات ابتهجي، تهللي يا جبال بميلاد المسيح، فالبتول جالسة مماثلة الشيروبيم حاملة في أحضانها الإله الكلمة متجسدا، الرعاة للمولود يمجدون، والمجوس للسيد يقربون هدايا، والملائكة يسبحون قائلين: أيها الرب المحجوب عن الإدراك المجد لك. هلم نسبح أم المخلص التي ظهرت بعد الولادة أيضا بتولا هاتفين نحوها: افرحي أيتها المدينة الحية للملك الإله، التي لما حل فيها المسيح صنع خلاصا لكل الأرض. فنحن نسبحك مع جبرائيل ومع الرعاة نمجدك هاتفين: يا والدة الإله تشفعي إلى المتجسد منك ليخلصنا، لأن الآب سر مرتضيا والكلمة صار جسدا والبتول ولدت إلها متجسدا، الكوكب يبشر والمجوس يسجدون والرعاة يتعجبون والخليقة تبتهج، أما نحن فنقول: مرانتا تعالى أيها السيد المسيح.